الحمد لله المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنهجية التي يعمل فيها منهجية الفتوى الجماعية، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما توصلنا إليه، ونرجو أن هذه التجربة يتم الأخذ بها في الدول العربية والإسلامية. مجلس الوزراء الموقر أصدر قرار بإنشاء المجلس الإماراتي للفتوى. هذا المجلس سيكون إن شاء الله ضابط كبير جدا للفتاوى التي تصدر، والذي نتوخاه دائما أن تكون وسائل الإعلام المختلفة، وأضف عليها كذلك التواصل الاجتماعي اليوم السريع الذي يتناقلونه الناس بسهولة ويصلهم بسهولة، أن يكون جانب إيجابي في ضبط الفتوى وعدم تطايرها، ولا يكون في تناقلها إلا الخير، الشر يقصر، ويجب على وسائل الإعلام أن تعي ذلك. وسائل الإعلام إذا لم تضبط بقانون ينظم هذه الفتاوى ستظل الفتاوى منتشرة، وسيظل أهل الشر ومن له تحزب ومن له يكره الإنسانية سيظل يصدرها وسيظل يعيد اجترار هذه الفتاوى، ولن تنتهي المشكلة. المشكلة ستنتهي الفتاوى وضبط الفتوى بآليات ذكرتها في الخطاب الذي وجهته إلى هذا المؤتمر الكريم.